عدنان بيك قال إنه رح يشارك بالاجتماع يا أنسة، شو صار؟ إجا شي حدا لعنده؟ عدنان بيك طلع لبرا يا خانم. طلع؟ لوين راح؟ والله ما قال لي يا خانم، بس حسب ما شفته كان مستعجل كتير. طيب عن إذنكم. ألو؟ نعم خانم، مرحبا. أهلين حبيبتي، كيفك؟ الحمد لله. أنت بالشركة؟ إيه أنا بالاجتماع. عدنان معكم؟ لا طلع لبرا. خير في شي؟ لا، كنت بدي أقول لك هذا سعيد يلي عم يشتغل محل بشير، حابة أعرف مين اللي جابه على الشغل ومين اللي وصف فيه. كنت بدي أقول له هالشي لعدنان. أصلاً عدنان كان عم يبحث بهالموضوع. عن جد؟ ليش ما قال لك هالشي؟ لا ما قال لي شي بنو. يلا مو مشكلة بخاطرك. Thank you.